سوكل كيما يقولوا هذه الحوايج كل يردك للتاريخ انت هذه مياه بريطية صح؟ سعيد جدا اني انا متواجد في ولاية خنشلة للمرة الثانية، ولكن هذه المرة حبيت اني اقضي 3 ليالي لارى ما يمكن ان اراه. على سبيل المثال اليوم الاول كنت كما الطفل لما دخلت من ولاية من بلدية ششار وحتى نهاية المسار اللي هو يربط بسكرة بواتسوف، وهو مسار اللي اطلقت عليه كانيون الجزائر، وهو لا يقل أهمية ولا يقل جمالا عن الجراند كانيون في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الثاني طبعا رحت سد ببار، وهو سد يبعد تقريبا 45 كيلو عن خنشلة، ورائع جدا من ناحية الحياة الفطرية ومن ناحية الثروة المائية. وهذا اليوم طبعا رحنا زرنا المتحف وشفنا حقب مختلفة من تاريخ الجزائر وتاريخ خنشلة بالتحديد، ورحنا ضريح سيدياس وهو ضريح جميل جدا ومحافظ عليه بشكل رائع جدا.